بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. اللقاء المنتظر مع الحاج مجدي عبد العظيم دلوقتي موجودين في سوق الخير. تاريخ اليوم 19/5/2024. كل الناس اللي مشرفانا الصلاة على النبي. كل سنة طيب يا حاج مجدي، أخبارك إيه؟ الحمد لله والله. بنحب نسأل حضرتك، في كده الناس مشغولة عاوزين يعرفوا اللحمة السليمة من اللحمة اللي مش سليمة، وتاني حاجة العلف نزل، ليه اللحمة ما نزلتش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأول هجاوب على السؤال اللي هو بتاع العلف نزل وليه اللحمة ما نزلتش. الدورة أولا عندنا دورة التسمين، في دورتين، دورة 6 شهور. نقول الدورة اللي هي 6 شهور اللي هي بتبدأ النهاردة لما بدخل عجل على تسمين على 200 كيلو. طبعا ان انا اطلع النهاردة العجل اللي هو على 200 كيلو ده بيقعد 6 شهور عندي، بيعتبر كده ان هو عمره سنة. طب انا بدأت الدورة بتاعت انا العلف نزل في شهر 3 اللي هو في شهر مارس اللي فات، بعد تعويم او بعد تعديل سعر الصرف، اصبح النهاردة العلف فعلا نزل بنسبة 30% او 40%. تكلفة العجل كانت بتبدأ عندي العجل ال 200 كيلو لما بيبدأ الدورة وبينتهي على الدورة كان بيعتبر بيصرف 175 جنيه في اليوم. هتقول لي بيصرف 175 جنيه في اليوم ازاي؟ اقول لهم لك 175. النهارده العجل ده ال 200 كيلو لما بيوصل عندي على 400 كيلو فبيعتبر بقول المتوسط 300 كيلو. ال 300 كيلو دول كان بياخد 6 كيلو علف، و 6 كيلو علف دول بيعتبر علف مركز، كانت فول الصويا ب 45 كيلو. الدورة ب 20,000، الردة ب 13,000. لما احسب التكلفة بتاعت العجل الاقي فعلا العجل ده كان بيصرف عندي في اليوم بالعمالة بالمادة الملأة بالنفوق 175 جنيه. طب ال 175 جنيه دول لو انا حسبتهم على مدار 6 شهور اللي هم ال 180 كيلو، لو انا حسبت ال 180 كيلو على المتوسط بتاعه بيعتبر ال 180 يوم بيصرف عندي العجل 30,000 في الست شهور. يعني اليوم ب 170 جنيه، احسب ال 170 جنيه احسبهم لك ببساطة من غير تكلفة. الستة كيلو عندي التركيبة بتاعتهم لأي راجل النهاردة يشتغل، كيلو صويا كان ب 45 جنيه. 4 كيلو ذرة ب 80 جنيه، يبقى دي 125 جنيه. كيلو ردة ب 13 جنيه، يبقى دي 138 جنيه أو 140 جنيه. مادة ملقة 12 كيلو ب 25 جنيه. عمالة ونفوق، إيه النفوق؟ اللي انت بتدخله في الكلام اللي انت بتقوله، ان فوق عمر ما واحد بيجيب 50 عجل بيطلعوا 50 او 100 عجل بيطلعوا 100 عجل. لازم عندي نسبه نفوق 100 من 5 ل 10، 100 من 5 ل 10. طب يعتبر النهارده لما انا بتكلم في التكلفه بتاعتك اللي هي 175 جنيه ده، كان من المفروض ان العجل ده ينباع بكام عشان المربي يكسب؟ كان من المفروض ان العجل ده ينباع ب 190 جنيه. لكن لما نزلت العلفه النهارده العجل اللي كان بيصرف 175 بيصرف 150 او 140. طب ال 140 دول مش من المفروض الناس تشوف الاثر بتاعهم في الكيلو اللحمه ان يرخص؟ لا، النهارده الدوره دي 6 شهور، يعني بدات في شهر 3، المفروض تنتهي في شهر 9. اثرها المفروض ان شاء الله بامر الله يظهر. احنا متوقعين ان في شهر 9 اللحمه هتنزل، مش في شهر 6 ولا في شهر 7، لان اللي داخل ده كله كان داخل غالي، كعجل تربيه غالي، كتكلفه غاليه. لكن متوقعين ان شاء الله بمشيئه رب العباد ان على شهر 9 هيحصل فعلا فيه ركود، هو الركود اللي هيخلي الاسعار تنزل والعلفه هتنزل بطبيعتها، لازم اللحم يدخل. ده بالنسبه للعجل اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه، العجل اللي هو التسمين. النقطه اللي انا عايز بقى اقولها عشان برضو الناس كلها بتعتبر كلها منتظره العيد الكبير عشان خاطر النهارده عايز يعرف اللحمه دي حلوه واللحمه دي رخيصه. ناس بتبيع ب 200 وناس بتبيع ب 250 وناس بتبيع ب 300 وناس بتبيع ب 400. احنا بنلفت نظر الناس اللي هي عشان تعرف اول حاجه عمر ما كان لون اللحم هو اللي بيدل على سن اللحم. اللون اللحم بيتحكم فيه حاجات بعيده كل البعد عن السن، هي تركيبه العلفه. النهارده ممكن بتلاقي لحمه كبيره وتلاقيها بتضوي ونسيره حلوه، ده ليه؟ نسبه النشويات في العلفه عاليه. اذا نسبه النشويات في العلفه عاليه يبقى لازم بتديني اللون اللي هو الفاتح الوردي. طيب ممكن لحمة كبيرة وتلاقيها بسمرة، بيبقى نسبة البروتين عالية، نسبة البروتين ده عالية ان السيرة بتسمر، وده شيء يعني بيقولوا فيه صح او غلط،
وممكن يردوا فيه اللي هم الاطباء البيطريين. تحديد لون اللحم ما بيعتبرش باللون. اما تحديد صلاحية اللحم او فساد اللحم بيحددوا الملمس مش الشكل خالص. اللي عايز يعرف الكيلو لحمة اللي هو ان كان واخده ده سليم او مريض فهي حاجة بسيطة اوي اوي. ملمس حتة اللحمة، لو حتة اللحمة دي بتلزق في ايدك فتأكد بنسبة 100% ان اللحمة دي مريضة مش لونها. اللون ده بيعتبر درجة تالتة مش درجة تانية، لان احنا النهاردة بنقول اللي بيتحكم في الالوان. يعني على سبيل المثال لو انت النهاردة بتتكلم وبتدي في حد مادة اسمها ملاس او فناس، المادة دي انا النهاردة الناس بتضيفها على العلف عشان تدي نسبة سكريات وطاقة في الشتاء. فطبعا النهاردة الطاقة اللي البيم بياخدها دي في الشتاء اللي فيها الملاس بتخلي لون النسيرة سمرة قوي، بس بتعتبر عسل وتديها طعم سكري عالي قوي. طب احنا عندنا حاجة تانية عشان احدد اللحمة دي ان كانت صغيرة او كبيرة، اوعى تقول انها صفرة تبقى كبيرة، لا خالص. لان النهاردة لو نسبة الخضار عليت، نسبة الخضار عليت في اللحم فتأكد ان بتدي اللون الصفار، ولون الصفار بيدي طعم تاني بفيه نسبة سكريات عالية. فدي بتعتبر مميزات مش عيوب. لكن اللي احنا بنحدد بقى وبنقول اللحمة فيها صلاحية او غير صلاحية، النهاردة بنقول ملمس حتة اللحمة. لو انا مسكت حتة اللحمة دي ولقيتها بتلزق في ايدي او فيها لزاجة او فيها مزلاة فتأكد ان اللحمة دي مريضة. احنا مش ضد حد ولا احنا بنقول الناس بتبيع غلط او بتبيع صح، شغل الضمير. في الاول وفي الاخر كل واحد فينا هيحصد اللي هو بيعمله، ان كان خير بيحصد لنفسه، شر بيحصد لنفسه. في واحد سالك وقال لك انا عايز اجيب 10 رجول، وال10 رجول دول انا عايز اعمل تكلفه له. عايز اقول لك ان سعر العجل اللي هو من اسبوع ل 15 يوم النهارده العجل بيتراوح سعره من 15 ل 20000. النهارده العجل ده بياخد تكلفته عشان تحسبه في 90 يوم اللي هو المرحله الاولانيه اللي هي مرحله الرضاعه. 90 يوم دول من المفروض ان العجل ده ياخد 6 كيلو لبن في المتوسط. 6 كيلو لبن في المتوسط دول تكلفته من النهارده 150 جنيه. لو حسبت ال 150 على ال 30 بيعتبر ان العجل ده بيصرف حوالي 4000 ونص في الشهر. طب العجل ده المفروض ينشطن بعد دي بعد 3 شهور، يعني معنى كده ان العجل ده صرف 13000 ونص وانا مدخله سعره 20000. هنخلي المتوسط ان انت دخلته ب 16000 ونص وصرف عندك 13000 ونص، بقى العجل ده ب 30000. طب ال 30000 ده في المرحله الاولانيه اللي هو عمر 3 شهور. بعد الثلاث شهور لو انا عايز اكمل للثمان شهور فالثمان شهور هيتقسموا على مرحلتين اتنين. المرحله الاولانيه اللي هي بعد الفطام اللي برضو بعتبر بعتمد فيها على البروتين بنسبه عاليه عشان خاطر يديني الشاسيه اللي انا عايزه. بعد كده انا بخفض البروتين وابدا بالنشويات، يعني في خلال الثمان شهور التانيين، الثمان شهور دول يعتبر ان العجل يصرف 3000 في اليوم، يعني كان بيرضع يصرف اغلى؟ طبعا. الرضاعه لان تكلفه الكيلو لبن 25 جنيه. اما تكلفه كيلو العلفه النهارده بيعمل 18 جنيه او 17 جنيه بالمركزات اللي هي فيها البروتين العالي. البروتين العالي اللي هو النهارده بنلاقيه فين؟ بنلاقيه في الصويا اللي هي 46%. فالنهارده لما تحسب تكلفه العجل لو حسبت خمس شهور على 3000 يعني 15000. 15000 والثلاث شهور الاولانيين بشراه بتكلفته 30000، يبقى معنى كده ان عمر 8 شهور فهو سعره 45000. ده من المفروض ان انت بتتكلم عليه مصاريف. طب هيكون كم كيلو بقى؟ مع طعمة ربنا، لو احنا قلنا مع طعمة ربنا، لو انا فطمت على 120 كيلو بيعتبر عندي الست شهور او الخمس شهور التانيين بيديني 150 كيلو. يبقى معنى كده ان العجل ده بقى في الثمان شهور 270 كيلو او 260 كيلو. طب 270 كيلو او 260 كيلو في البقري النهارده بكام؟ النهارده موجود في البقري ما نحسبش سعر النهارده، هنعتبره مثلا ب 190 جنيه او ب 200 جنيه، يعني النهارده يعمل العجل ده يوصل لكام؟ ممكن يوصل ل 50000، ولو ربنا اداك منه ال 5000 دي حاجه بتعتبر نعمه كبيره قوي لو ما فيش عندك نفوذ. ده احنا بنعتبر دي النهارده للعجل اللي هو التربيه. لكن اللي انا عايز اقول لك اللي انت عايز لازم تفهمه، حته اللحمه اللي انت هتشتريها اوعى تدور على اللون خالص، انت هتدور على الملمس بتاع اللحمه. اوعى تبص النهارده ان انا ببص لحته اللحمه وردي، اللحمه الوردي دي بيتحكم فيها العلفه، ما بيتحكمش فيها خالص، بعيد كل البعد. السلاب برضه والسلاب النهارده العلفه او اللي هنعتبره المصنع بتاعنا احنا بيعتبر ايه؟ العجل. المصنع ازاي؟ انا بدخل خمر العجل ده والخمر بتخرج عند منتج.
النهارده اي حاجه ممكن لو انا باكلها في العلفه مخالفه بتطلع يعني الريحه بتاعتها في اللحم. على سبيل المثال النهارده خروف الزباله لو حد جربه واي واحد خد كيلو لحمه من خروف الزباله ممكن يحطه في الحله تبص تلاقي الحله بقى فيها لون وريحه مختلفه خالص عن اللحمه الطبيعيه اللي هي معلوفه العاديه. ده برضو بنفرق بوه عشان الناس اللي بتضحي خروف الزباله ممكن يقل عن الخروف البلدي 30 و40 و50 جنيه عشان برضو كل واحد يراعي ما يبصش للسعر قوي قوي ان انا بدور على الحاجه الرخيصه. ده اللي نقدر نقوله عشان احنا خاطر ايه ده ربنا برضو اللي هيجازينا عنها ما بنحاربش حد بس احنا بنقول يا جدعان فرق بين الصح وبين الغلط وبين السليم وبين المريض. شكرا. طب بالنسبه للجمل اللي بيصفي مثلا 200 كيلو لحم صافي بيبقى عامل قد ايه فلوس؟ ده يعمل النهارده 270 كيلو 270 كيلو بالعظم. لو هنحسب النهارده الجمل على سعر النهارده الجمل نزل جمل ريح النهارده في الاسواق جمل كان وصل الاسعار قربت كانت تخش على العجل البقري النهارده الجمل مثلا بيعتبر اللي هو ال 270 كيلو ده يعمل في السوق 60,000 لحم صافي 60,000 هيطلع النهارده مشفي 200 كيلو 200 كيلو مشفي يعني يعتبر فيه 300 كيلو 300 كيلو. شكرا الحاج يوسف. ازيك يا حاج يوسف اخبارك ايه؟ بالنسبه في ناس بتسالني عاوزين لحم عجل صافي 200 كيلو لحم صافي بيعمل قد ايه فلوس ده؟ حي الله عليه يفضل الصلاه. العجل 200 كيلو هيعتبر مثلا 400 كيلو لان هو مثلا 400 بيدينا 240 اللي هو 60% 60% اللي هو قايم بعضه كبدته بحاله مات بعد ما تشيل كرشه وعظمه وكلام من ده هيبقى معانا مشفي 200 كيلو 400 هيدينا 200 كيلو لحم مشفي داخل الكبد ده 400 كيلو 400 مثلا في 175 في الكلام ده هو اللي بيديك 200 كيلو لحم صافي. طب بالنسبة للسؤال برضو أني الأحسن لحمة اللحمة البلدي ولا اللحمة اللي هي اللي عارف البقر البلدي البلدي الأصيل هو صرف بلد أبو أمه بلدي بيبقى أفضل اللحمة دي أفضل ولا اللحمة اللي هو العجول الخليط ولا المستوردة؟ لا العجول الخليط ما هي البلدي وهو كل الوقت مهجن يعني كل اللي عندنا ما بقاش اللون الأحمر كل الأبيض الأسمر كل دي ألوان بس كلها عجول بلدي مش مستوردة. البلدي حاجة والمستورد حاجة في فرق بين الكولومبي وفي فرق بين البلدي والكلام ده معروف يعني العجل البلدي معروف. شكرا لحضرتك جدا. شكرا لعبادة. واي سؤال يا جماعة تحت امر حضراتكم اكتبوا لي في التعليقات وانا اعرضه على الحاج مجدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.